ازاي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي بمدرسة المنتدى الخاصة، اهلا بيكم. النهاردة هنكمل مع بعض المراجعة، يلا بينا. اول سؤال عندي اكمل، عدد يسبق 95 هو ايه؟ مين العدد اللي قبل 95؟ طبعا هو 94. تاني سؤال، عدد يقع بين 43 و45، مين اللي ما بينهم يا ولاد؟ بعد 43 ايه؟ بعد 43 44، يبقى اللي ما بينهم ايه؟ هو 44. اللي بعدها، الشهر السابق لشهر شوال، مين الشهر اللي قبل شهر شوال؟ ها، اللي قبل شوال رمضان، بنقول ايه؟ رمضان شوال. اللي بعدها، قيمة الرقم 9 في العدد 93، قيمة مش قيمة مكانية، قيمة يبقى قيمته بالأرقام. قيمة الرقم هنا ايه؟ قيمة الرقم هنا 90. اللي بعدها، القيمة المكانية للرقم 6 في العدد 63، هنا بقى القيمة المكانية، القيمة المكانية للرقم 6 هنا ايه؟ هنا 6 في خانة العشرات، يبقى نكتب ايه؟ نكتب عشرات. السؤال اللي بعده أكمل، لو اليوم الحالي السبت، يعني لو النهاردة السبت، يبقى اليوم السابق كان ايه؟ هي لو النهاردة السبت يبقى امبارح كان ايه؟ الجمعة. طيب واليوم التالي اللي بعده، اللي بعد السبت، هو مين؟ الأحد. طب اللي بعدها، لو اليوم السابق كان الاثنين، امبارح كان الاثنين، يبقى النهاردة ايه؟ اليوم الحالي ايه؟ اليوم الحالي هيكون الثلاثاء. طيب واليوم التالي اللي بعد الثلاثاء بقى، اللي بعد الثلاثاء هيكون الأربعاء. طب تعالوا نشوف اللي بعدها، لو اليوم التالي كان الجمعة، يعني لو بكرة كان الجمعة، يبقى النهاردة ايه؟ اليوم الحالي ايه؟ اليوم الحالي هيكون الخميس. طيب احنا كده وصلنا ان اليوم الحالي الخميس، يبقى اليوم السابق ايه؟ اللي قبل الخميس هو الأربعاء. السؤال اللي بعده، اوجد الناتج، عندي 18 زائد 24، يلا كنا بنعمل ايه؟ احاد مع احاد والعشرات مع العشرات. 8 زائد 4، يلا 8 في مخي و4 على ايدي، بعد 8 9 10 11 12، هي هنحط ال 12 كلها؟ لا طبعا، هنحط الاثنين والواحد، هناخده ونحطه فوق الواحد، واحد واحد اتنين، بعد كده نحط عليهم الاثنين اللي في العشرات، يبقى 2 و2 كام؟ 4، يبقى الإجابة عندي بقت 42. السؤال اللي بعده، 32 زائد 18، يلا بينا ناخد الأحاد مع الأحاد، 2 زائد 8، يبقى 8 هي اللي في مخي عشان هي الكبيرة، والاثنين على إيدي، بعد 8 9 10، برضو أحط الصفر والواحد، نروح حاطينه فوق الإيه؟ فوق التلاتة. 3 زائد 1 4، ومعايا واحد تاني، يبقى كام؟ يبقى 5، يبقى الإجابة بتاعتي بقت كام؟ بقت 50. السؤال اللي بعده، يا ولاد اوجد الناتج، بس نركز في الإشارة هنا طرح، يلا بينا نطرح. 99 ناقص 58، برضو أحاد مع أحاد والعشرات مع العشرات، يلا لما 9 نشيل منها 8 هيدينا كام؟ هيدينا 1. طيب 9 لما نشيل منها 5 هيدينا كام؟ يلا نطلع 9 على ايدينا ونشيل منهم 5، يدينا كام؟ يدينا 4، يبقى الإجابة بقت 41. اللي بعدها، 73 عايزة أشيل منها 42، يلا بينا نشيل أحاد مع أحاد، يلا 3 أشيل منها 2، نطلع 3 على ايدينا ونشيل منهم 2، يتبقى لنا كام؟ هيتبقى لنا 1. طيب 7 نشيل منها 4، يلا كله يطلع على ايده 7 ونشيل منهم 4، يدينا كام؟ يدينا 3، الإجابة بتاعتي هتكون كام؟ هتكون 31. السؤال اللي بعده، أوجد العدد التالي والعدد السابق، التالي يعني اللي بعده والسابق يعني اللي قبله. طيب تعالوا نمسك أول رقم 35، ها مين التالي؟ مين اللي بعد 35؟ اللي بعد 35 هو 36، عشان احنا بنزود واحد على الأحاد. طيب مين السابق؟ مين اللي قبل 35؟ هننقص بقى واحد من الأحاد، هتبقى كام؟ هتبقى 34. اللي بعدها بقى، عندي 48، يلا نجيب العدد التالي،
العدد التالي برضو نزود واحد على الأحاد، 8 يكون كام؟ 8 هكون 9، يبقى التالي 48 هي 49. طيب والعدد الثابت مين اللي قبل 48؟ يلا ننقص واحد من 8 اللي هي الأحاد، يبقى كام؟ يبقى 7. يبقى العدد السابق ل48 هو ايه؟ هو 47. اللي بعدها بقى عندي 10، يلا نجيب العدد التالي ل10 هو مين؟ هنزود واحد على الأحاد، الصفر هتكون كام؟ صفر هتكون 1. يبقى العدد التالي ل10 هو ايه؟ هو 11. طيب والعدد السابق ل10، احنا فاكرين كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول لما نلاقي صفر هنعملها 9. يبقى العدد اللي قبل ال10 هو مين؟ هو 9. اخر سؤال معايا يا ولاد، اكمل 7 زائد كام يديني 15؟ فاكرين كنا بنقول ايه؟ بنعد من الصغير لحد ما نوصل للكبير. يلا كده نطلع على ايدينا، بعد 7 8 9 10 11 12 13 14 15، هي طلعنا كام يا ولاد على ايدينا؟ طلعنا 8. يبقى 7 زائد 8 يساوي 15. يلا اللي بعدها 13 زائد كام يديني 18. يلا بعد ال13 ايه؟ 14 15 16 17 18. طلعنا كام على ايدينا؟ طلعنا 5 على ايدينا. يبقى 13 زائد 5 هيساوي 18. طب يلا اللي بعدها سهلة، 10 زائد كام يساوي 10؟ 10 هزود عليها كام يديني 10؟ بعد 10 مفيش، صح؟ هي كده كده 10، انا ما زودتش عليها حاجة. يبقى 10 زائد 0 يساوي 10.